جمعية راديو عز تأسست سنة 1998، 13 سنة منذ التاريخ تاع النشاط تاعنا. تأسست في هدف تنظيم دورات رياضية لفائدة الشباب وتعميم الرياضة الجواري على المستوى الوطني، لما لا تجربة تبدأ من وهران وإن شاء الله تتعمم على المستوى الوطني. تجربة كانت يعني مليئة بالنجاحات ومليئة بالنتائج ومليئة يعني بالخدمات التي قدمناها للشباب الجزائري والوهراني خاصة. الحمد لله احنا رانا نتلقوا اصداء، هذه يعني احصائيات قامت بها وزارة الشبيبة والرياضة، ان على مستوى مداشر وقرى وبلديات وولاية القطر الجزائري في هناك مبادرات، في هناك يعني شباب راهم يحوسوا يقوموا بالعمل اللي تقوم به جمعية راديوز. يعني ولو نوصلوا احنا للهدف 10 ملاعب في كل ولاية كما الملعب كما المركب الرياضي الجواري الصغير اللي عندنا، يعني ممكن ان شاء الله نحقوا اهداف كبيرة ويكون عندنا الممارسة حتى 18,000 شاب كل شهر يمارسوا في كل ولاية يعني الرياضة الجوارية. هذا هو الهدف تاع رئيس الكاف سيد عيسى حياته وأحد الرجال اللي خدموا الكرة الإفريقية، حضروا في الدورة تاعنا باش يشوفوا عن قرب يعني مدى اهتمام الدولة الجزائرية بالوزارة، وزارة الشبيبة والرياضة والسلطات المحلية بالشباب الجزائري، وتعرفوا باللي أن منبع أي لاعب كبير أو رياضي هو الشارع، اللاعبين الكبار كاع اللي يعني اللي راهم الآن يعني عرفتهم الجزائر أو على المستوى العالمي، يعني تعرفوا أبجدية كرة القدم بالشارع. كانت عنده فرصة باش يشوف مدى تطور الرياضة الجوارية ومدى اهتمام الدولة الجزائرية بهذا الشباب. يعني ملعب ذو عشب اصطناعي هو عبارة عن نموذج يعني قليل على المستوى الافريقي، وكان صراحه يعني البارح عيسى حياته قال لي اول مره نشوف ملعب صغير ذو عشب اصطناعي ونشوف جمهور كبير. هذا افتخار للجزائر وافتخار لما تقوم به الدوله الجزائريه فيما يخص خدمه الشباب. الشباب الوهراني وشباب تيموشنت كانوا متعطشين لهذه التظاهرات، تعرف باللي ان كره القدم في وهران تعاني بالطبع بالنظر الى المشاكل تاع فريق مولوديه وهران يعني وجمعيه وهران اللي كتلعب في القسم الوطني الثاني. نفس الشيء ينطبق على فريق تيموشنت، فريق القوي تاع المدينه اللي ما راهش حقق نتائج ايجابيه. يعني كانت فرصه للجماهير تاع تيموشنت وجماهير تاع وهران بس يعني يلقوا فرصه ويعيشوا هذا الحدث الافريقي، ولما لا يعني يتنفسوا ويشوفوا عن قرب الفرق الافريقيه. اليوم هادو يعني الفرق المشاركه ما تخفى لكش باللي على المستقبل ان شاء الله نشوفوا نجوم اللي تنجم تلعب في الفرق العالميه.